محكمة الصلح بجلستها بيوم الجمعة قررت إطلاق سراحه تحت الكفالة. النيابة العامة طلبت توقيف الحكم لعمل المشاورات لتقديم استئناف لليوم الساعة 11. اليوم الصبح الساعة 11:15 تقريبا استلمت مكالمة هاتفية من مسؤول ملف التحقيق عن الدكتور راجح الكراد، وأعلن أنهم قرروا ما يقدموش استئناف. قررت المحكمة طبعا إخلاء سبيله تحت الكفالة المالية ب5000 شكل يتم إيداعها في المحكمة، ومنعه من السفر لمدة 3 أشهر. عودت من العمرة في 11/6، نزلت في عن طريق تركيا لأني كنت في الطائرة، نزلت في مطار اللد وتم اختطافي من المطار، تم اختطافي دون أي شيء بحجة أنه في هناك أمر بتوقيفي، وبعد توقيفي بتقريبا 2 أو 3 ساعات جاءت وحدة من اسمها وحدة القوات الخاصة من القدس بسيارات، وجابوا معهم كلبشات، كلبشوا ايدينا وكلبشوا رجلينا وحطوا نظارات سوداء على عيني وحملوني من اللد وجابونا هون. يعني كنت افكر في تحقيق في حاجه، واذا هم بيدخلونا على الزنازين، قسم الزنازين، والزنازين وما ادراك ما الزنازين، يعني قضيت الاسبوعين في لا تعرف ليل من نهار ولا تعرف يعني الا حينما تخرج للمحكمه تعرف ان هناك يعني شيء جديد. والحمد لله يعني كان في هناك محاوله كبيره يعني محاوله جعل سجننا بشكل اطول من خلال يعني اتهامات باطله، اتهامات منظمات ارهابيه وتحريض وقضايا ثانيه، ناهيك عن انه ابن مالك مسجون 12 عام، جابوه ايضا على المسكوبيه، داوود انسجن جديد، حاولوا انه اولادك يعني من اجل الضغط علينا. كل هذه القضايا اللي كانت موجوده يعني الحمد لله احنا صبرنا وتحملنا، وفي النهايه احنا اليوم طلعنا بعد اسبوعين من الاعتقال في زنازين. واضح جدا يعني الموضوع بتعلق في قضايا خاصه، يعني القرارات اللي اتخذت اليوم قرارات اتخذت بشكل واضح جدا تتعلق في الماضي، كانت تتعلق في موضوع منعي من المسجد الأقصى ومنعي من الإعلام، اليوم أخذت تتعلق نتيجة سفري، ممنوع من السفر لمدة 3 شهور، حجز جواز السفر، وأيضا المثول أمام التحقيق في أي وقت. معنى ذلك هو إشغالي عن وظيفتي، وهذا استكمال للدور اللي قامت فيه السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى سابقا وحاضرا.